وهلا اخيرا وليس اخرا صار وقت نحكي عن موضوع السوشيال انتربرينورشيب. بعد ما حكينا كثير عن الانتربرينورشيب او رياده الاعمال، كيف برايكم السوشيال انتربرينورشيب او رياده الاعمال المجتمعيه او رياده الاعمال الاجتماعيه بتختلف او بتشبه عمليه رياده الاعمال؟ انتو شو بتقولوا؟ خلينا نفكر سوا ونعمل برين ستورمينج بهالموضوع. اول شيء انا حابه احكي موضوع السوشيال انوفيشن او الابتكار الاجتماعي. نحنا شفنا انه بالانتربرينورشيب بده يكون عنا some kind of innovation، يعني بده يكون في شوية ابتكار، مثل ما قلنا يا اما منتج جديد او منتج موجود بس انا قدرت اعمله ارخص او احسن، او توجهت لسوق جديد فيه، او business model جديد. يعني في innovation او ابتكار نوع بمحل من المحلات. but what about social innovation؟ شو موضوع الابتكار الاجتماعي؟ الابتكار الاجتماعي هو تعامل ابتكار مثل هو الأربع أنواع اللي حكينا عنهم، بس هو لحل مشكلة اجتماعية. There's a core social value، يعني في قيمة اجتماعية كبيرة بهيدا الابتكار. وهون بتجي أهمية الابتكار الاجتماعي، لأن إذا بدنا نفكر فيها نحن عالمنا مليء بالمشاكل. من هون إجوا أكيد الـ United Nations 2030 Goals أو 2030 Agenda Sustainable Development Goals. نحن شو لازم نعمل لحتى نساهم بالوصول لأنه نحل المشاكل عنا ياهن، أنه نحقق أجندة 2030. We need social initiatives. بس أنا شخصياً وريادة for social innovation we don't just believe in social initiatives، يعني ما بس من آمن بالمبادرات الاجتماعية وبالمشاريع الغير ربحية، من آمن بالsocial entrepreneurship أو بريادة الأعمال المجتمعية، لأنه هي it's a win-win situation، بتخلينا نحل مشاكل اجتماعية بس بنفس الوقت بطريقة مستدامة وبطريقة ربحية، بنكون نحن عم نربح والمجتمع عم يربح. هيدا هي الالتيميت سولوشن، او هيدا هو الحل المثالي لحتى نحن نحل مشاكل مجتمعية بس نفس الوقت نكون عم نلاقي شغل لحالنا. لان انا عم اسس مؤسسة وعم تغنيني عن اني لاقي شغل، وعم بعمل شغل لغيري، لانه مثل ما قلنا بالانتربرينورشيب او ريادة الاعمال انا ما بشتغل لحالي، انا بشتغل بفريق، أنا عندي منظومة أو سيستم يشتغل من أجلي، وفي بقلبه عدة أشخاص وفريق عمل متكامل. مشان هيك أنا حابة أقولكم أنه social entrepreneurship ما بيختلف كتير عن entrepreneurship، هو نفس الفكرة ونفس الروحية بس عم نطبقها على حل مشكلة اجتماعية. It's not just a convenience problem، يعني مش بس أنا أنه بدي مثلا سيارة أسرع أو بدي شيء يسهل لي حياتي، بس أنا عم حل مشكلة حقيقية بالمجتمع. ممكن تكون مشكلة بيئية، ممكن تكون مشكلة مجتمعية، أكيد مثل ما قلنا إلها علاقة فيها يكون بأهداف التنمية المستدامة. هل ضروري يكون هيدا الشيء ربحي أو لا؟ هيدا خيار بيرجع لكم. بس هلأ الترند الجديد بالسوشيال انتربرينورشيب هي الفور بروفيت سوشيال انتربرينورشيب، وهيدا يعني يكون ربحي، بس الربح ما ضروري يكون يوزع على الشير هولدرز او على اصحاب هيدي الشركة، في يكون هو يعاد استثماره بقلب هيدي الشركة المجتمعية او السوشيال انتربرايز، كرمال يضلوا الاثر كبير وما يكون في طمع من خلال المؤسسين تبعولها. هل مشروعنا الريادي المجتمعي لازم بس يتجه للأشخاص الأقل حظاً أو less privileged أو underprivileged people؟ كمان في شوية controversy أو نقاش بهالموضوع. في أشخاص مثل محمد يونس، مثل ما قلنا he's the father of social entrepreneurship، بيقول إنه إيه لازم الريادة الاجتماعية تتوجه بس للأشخاص أقل حظاً، ولكن في هلأ كتير مدارس جديدة وأنا واحدة منهم، بنقول انه مش ضروري بس يكون عم نتوجه للاشخاص الاقل حظا. مثل ما وقتا نحكي عن مشاكل بيئية ممكن كنا نكون عم نعاني من مشاكل بيئية مش بس الاشخاص اقل حظا، بس انا بآمن بالانكلوجن، يعني انا ما فيني يكون عم قدم خدمة او منتج قول عنه مجتمعي اذا بس عم بحل مشاكل لاشخاص privileged، يعني محظوظين او من الطبقة الغنية. لازم دايما يكون عندي inclusion بهالموضوع. الـ UN 2030 agenda كلنا صرنا منعرفها، هي framework حلو كتير أو إطار حلو كتير لحتى أفهم أنا مشاكل بعاني منها المجتمع، المجتمع يعني الدولي كله ومجتمعي المحلي.
واكيد بالديزاين ثينكينج مفروض تكونوا نقيتوا المشاكل اللي حابين تشتغلوا عليها وبلشتوا تولدوا الافكار. اكيد احدى الاكبر المشاكل اللي نعاني منها بالعالم العربي هي اليوث انمبلويمنت، وهذا الشيء عم بزيد، البطاله، كونفليكت اند وور او الحروب والصراعات، ديسبيسمنت اند ريفيوج، النزوح واللجوء، كوربشن، الفساد، unmanaged urbanization يعني التمدن العشوائي، environmental problems التلوث، تلوث الهواء، تلوث الماء، التلوث بالصرف الصحي. هلأ حابة أعطيكم شوية أمثلة من social entrepreneurship بلبنان. في عنا social enterprise اسمها Sarah's Bag، ما بعرف تسمعين فيها. سارة يلي هي الفاوندر تبع سارة's Bags قررت انه تساعد النساء اقل حظا هن سجناء بانه يشتغلوا بالتطريز والامبرويدري والشك، لحتى عملت لاين كتير مميز من الجزادين اللوكجوريوس، يعني هن بينباعوا بمحلات غالية باسعار غالية، بس بنفس الوقت هي عم تعمل امباورمنت للمساجين النساء، عم تعطيهم شغل، عم تعطيهم صنعة، عم تعطيهم أمل بمستقبل أفضل، بنفس الوقت عم بتوصل رسالة من خلال اليونيك آيتمز أو القطع الفريدة اللي هي بتقدمها بالحقائب تبعولها. سارز باجز شفناه عند سيلبرتيز عم يستعملوه بالكاتوكس وصار عندها اسم كتير كبير، وهي تعد سوشيال انتربرايز. Another social enterprise موجودة بالناس ما ProAbled. ProAbled هي منصة إلكترونية بتساعد ال HR departments أو موارد البشرية بالشركات الخاصة إنه يلاقوا موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه في عنا قانون بلبنان بيقول إنه كل شركة لازم توظف 3% من موظفينها يكونوا ذوي احتياجات خاصة، ولكن للأسف ما عم يتطبق. فProAbled عم تعطي فرصة للشركات الحابة عن جد تطبق هالقانون ويكون عندها أثر مجتمعي، وعم تعطي فرصة لذوي احتياجات الخاصة يلي هن مرانين ومدربين وقادرين يقوموا بوظائف انهم يلاقوا شغل. كمان نفس الفاوندر لProAbled أو نفس الفريق عنده كمان شيء اسمه أم Social Catering، اللي هو بمرن نساء من الرورال أرياز على صنع الطعام بطريقة صحية مع شفية أو طهات عالميين مختصين بمعايير عالمية، بمرنون لمدة 6 شهور، بيشتغلوا بأم سوشيال كيترينج اللي هي بتعمل كيترينج للان جي اوز وللشركات مثل أي كيترر تاني، وبعد 6 شهور بيتخرجوا هول النساء من هيدا البروغرام، بيقدروا يشتغلوا بمطاعم أو بأي كيترينج ايجنسيز تانيين، وهيك بيكون كل 6 شهور عم بيكون عندهم نيو ومن عم بيدربوهم، وهيك عم بيكون الأثر تبعهم كتير كبير. كمان عنا أركانسيال. أركانسيال هي إحدى الإكزامبلز أو الأمثلة عن المؤسسات الغير ربحية أو المؤسسات المدنية NGOs يلي عم بيجربوا يحققوا self sustainability وجربوا يصيروا social enterprise. أركانسيال من سنة تقريبا كانوا 70% sustainable، يعني صار عندهم 70% اكتفاء ذاتي من وراء المداخيل اللي هني عم بيقوموا فيها، عندهم كذا revenue stream، يعني عندهم كذا طريقة انه يقوموا فيها بإدخال مردود على الجمعية من خلال الريسايكلينج اللي بقوم فيها، أو إعادة تدوير النفايات اللي هو أكيد مشكلة كتير كبيرة بلبنان ولازم إنه نتطرق لها ونحلها. عندهم سير كونسيال، عندهم إيكولوج، وعندهم غيرها كمان من المشاريع ومن الانيشيتوفز. في عنا ليف لاف ريسايكل كمان مش من زمان طلعت إذا بتتذكر، وصارت نالة على جوائز عديدة. هي يعني طلعت من ليف لاف لبنان أو ليف لاف بيروت، وكمان بموضوع إعادة تدوير النفايات قرروا إنه يروحوا من خلال موبايل أبليكيشن يخلوا الناس يلي عندها recyclable waste إنها تطلب يجي حدا لعندها و to pick up the waste، يعني ياخد منهم recyclable waste. أكيد هذا recyclable waste إنه تعرف إنه هو valuable، يعني له قيمة، بينباع مثلا إذا plastic بينباع، إذا cans أو معدن بينباع، إذا
ورقة كرتون كل شيء له سعر طبعا، وبيكونوا عم بيجمعوا نقط وعم بيجمعوا وبيفوتوا مثل بلويلتي بروغرامز، بيقدروا إذا جمعوا كتير نقط إنه يستبدلوها بقصائم شرائية أو بجوائز معينة. وكمان في سوشيال انتربرايز كتير ناجحة وكتير حلوة، ما إلا زمان مبلشة، بس الفاوندر تبعها صار نايل عدة جوائز عالمية كسوشيال انتربرنور. هو شاب صغير اسمه عمر عتاني، أسس شركة فابريك ايد يلي هي سوشيال انتربرايز بامتياز. الحلو بهيدي السوشيال انتربرايز انه هن بياخدوا clothes donations، يعني بياخدوا تبرعات ملابس، ملابس يا اما زغرت على الاولاد او الشخص زهق منها بطل بده اياها بس هي بعدها بحاله جيده، بيغسلوها بينظفوها وبيوضبوها وبيعربوها وبيرجعوا ببيعوها باسعار جدا زهيده للاشخاص الاقل حظا او الفئات الاقل قدره على شراء ملابس شبيهه من المحلات العاديه. اكيد في disruption هون او ابتكار، وفي disruption، في ناس بتقول انه كيف انا بدي اشتري او كيف انت عم بتبيع ملابس already في ناس تبرعوا لك فيها. اكتشف عمر من خلال customer development والcustomer validation اللي عملون انه الاشخاص الاقل حظا هن رح يستردوا نوع من الكرامة وقتها يشتروا هول ملابس ولو بمبالغ كتير صغيرة، 1000 ليرة و 1500 ليرة، على انه ياخدوها ببلاش كليا. نفس الوقت وقتها هو نزل على الأرض وراح على الجمعيات وشاف كيف عملية توزيع الملابس عم تكون، اكتشف انه فيها كتير ثغرات وفيها كتير مجال للتحسين، بس لحتى الواحد يحسن فيها كان لازم يبني مؤسسة ويبني فريق عمل كبير ولوجيستيكس كبار ووارهاوس كبير، وكل هيدا بكلف مصاري. فمشان هيك ما في يعطي هيدي الخدمة ببلاش، بل هي بمصاري ولكن مصاري كتير زهيدة، بيقدر اي شخص ولو كان اقل حظا انه to afford it او انه يقدر يدفع. واخيرا حابة اعطيكم مثل عن تومز يلي هو كمان شركة عالمية معروفة بعالم الاحذية. تومز عندهم purpose، هون نقدر نشوف انه lean canvas تبع تومز مختلف عن lean canvas شفناه قبل، لانه في two boxes او خانتين جداد هن ال purpose او شو الهدف تبعي وال impact او التأثير. وبنصحكم انتو ك رياديين أعمال مجتمعيين وقت تفكروا بلين كانفس تبعكم تحطوا الـ purpose أو شو الغاية أو الهدف من social enterprise تبعي، شو الـ impact أو شو التأثير يلي أنا بدي أقوم فيه بالمجتمع. وهيك بتمنى أنكم تكونوا صار عندكم فكرة واضحة شو هي ريادة الأعمال، كيف أنتوا بدكم تبلشوا بخطوات تحقيق يعني أو ترجمة الفكرة تبعكم من مجرد فكرة لمؤسسة حقيقية، لمؤسسة رح تعطيكم لكم فرصة انكم تنموا حالكم، تنموا ذاتكم، انكم تعملوا فريق متكامل، تعملوا شركة يكون عندها أثر كبير بالمجتمع وأثر اجتماعي يحل، لأنه نحن عم نحكي كمان هون عن ريادة الأعمال الاجتماعية، يحل مشكلة حقيقية نحن عم نعاني منها بالمجتمع. أنا كتير متحمسة إنه أسمع أفكاركم وأسمع كيف انتو عم تفكروا تطبقوا لين ستارت اب ميثودولوجي على الافكار اللي انتو فيها واللي انتو بالديزاين ثينكينج لحد هلا فيها. وبنصحكم انكم تكملوا بهذه المسيره، انكم تبلشوا بالكاستمر ديسكفري والكاستمر فاليديشن مثل ما تعلمنا باللين ستارت اب ميثودولوجي.